سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، اهلا بيكم مرحبا ببرنامجكم الشيف. النهارده عندنا كبده بالصلصه، كبده بالطماطم. انا بشوف ناس بتعمل كبده، تعمل سندوتشات كبده وتبقى جوسي وحلوه كده من غير طماطم. النهارده عايزين نعمل شويه كبده، بحس ان انا اما اعمل حبه رز جنبيهم احس ان باكل بستمتع، اخد من الكبده بالصلصه وبتاع والحاجات دي، غير الكبده اللي احنا متعودين عليها على طول. يبقى هنغير في اكلنا ونجدد على اساس نشوف. هنعمل عندي كبده وطماطم، شطه وفلفل الوان وبصل وكزبره خضراء وتوم، عندي ليمون، خل، جنزبيل، ملح وفلفل، زيت عباد الشمس كريستال. الهيرو عندي او الاساسي عندي في الليله زيت عباد الشمس كريستال. طيب تعالوا بقى نشوف ان احنا عشان نشتغل في الكبده، عشان نشتغل في الكبده ليها طقوس معينه معانا بالذات عشان اطلعها 100 100. ليه دايما مثلا مخرجنا عم هشام يقول لي يا اخي انا مش عارف اكلك بيبقى زفر وما استمتعش بالاكل اللي انت بتعمله؟ فالكلمه دي بتقرص عليا وبتخليني احاول اصلح من نفسي لحسن يكلشني بعد كده، يبقى ايه افكر ايه اللي يخلي الايه الاكل زفر عندي، اشيل الزفره منه. مش هتكلفني كتير غير حبه خل وشويه ميه عشان اراضي مخرجنا، احنا برضو عايزين ناكل عيش. يبقى حطيت شويه ميه على خل، اقوم اطهر الكبد. هو واحد طبعا في ناس تقول لي الله ما انت طلعت على الهوا وقلت الكبده ما بتغسلش. انا ما بغسلش الكبده، لا ما ينفعش اجيب الكبده كده وافتح عليها ميه، ساحت مني نزلت كل الفوائد اللي فيها، عكس ما اجي كده واروح اعمل لها صدمه هنا. شوفوا بقى اللي هيحصل ايه دلوقتي في التو اللحظه. الصدمه اللي حطيتها عملت ايه؟ طهرت لي اهي، شايفين الجمال ده؟ اهو ما بتخليش عندي اطلع بدي كده بقى اهي، شفتوا بقى؟ زي ما انتم شايفين كده. يبقى مش هقدر استنفذ منها اي شيء، بحاول اخليها تبقى بيضه وطعمها حلو. هي نيه بس انا طبعا بلبي رغبات عم هشام واشيل الزفاره منها، لان طبعا احنا عايزين نطهي اكلنا بطريقه جميله. الكبده دي مستورده، الكيلو بتاعها ب 16 جنيه الكيلو بتاعها ب 16 جنيه عايز اعملها احسن من الجزار بتاعي اللي بتنك عليا يقول لي لا النهارده مش هقدر اديك كبده لان اديتها لواحد تاني، لان الجزار بيدي الكبده بالتناوب مع الزباين بتاعته. والله الشربيني بياخد مني في الاسبوع 10 كيلو او محجز له نص كيلو كبده. عم هشام بياخد في الشهر في الاسبوع 20 كيلو عشان متجوز ثلاثه، يروح مثلا ايه شايل له كيلو. الشارع بيقول اربعه. طيب بدل ما الجزار يتملك فيا ويبيع ويشتري فيا، لا طب وليه؟ عندي الكبده المستورده بس بجيبها من مصدر موثوق منه زي الفل واخر حلاوه. وعلى فكره هو طعم الكبده، هو طعم الكبده كانت مستورده ولا مش مستورده ولا جاي مش عارف ايه ولا ما ادري ايه، فما تخافوش الطعم هو هو. بس ممكن لو انا طهيتها بطريقه جميله هتبقى احسن لي كتير قوي من كل حاجه. هو مش بالغلا او بكتر الفلوس، لا هو بالنفس وبالطعم، بالنفس وبالطعم. طيب احنا كده عملنا ايه هنا؟ جاست تاتش، يعني يا دوبك حطيتها في الطاسه وطلعتها على طول عشان اطهرها من الزفاره اللي جواها. احنا بنقول لو بلدي او مستورده، يعني مش مع لو انا عندي بلدي مش هعمل فيها، لا انا مش، لان طبعا لما شلت الزفاره كده انا ما نقصش منها حاجه، بالعكس يعني فاقت معايا كده وبقت شكلها حلو. يبقى
زي ما قلت لحضراتكم اشغل مخي واشوف حاجات جديدة اعملها، لان انا عارف قدام مني السادة المشاهدين دول عارفين ان انا لازم اعمل كل حاجة ترضيهم. طيب كده نبدأ بقى نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي يا عم محمود. الو ابو حنفي ازيك؟ الو يا عم محمود ازيك؟ الو الو يا شيخ شربيني. ابو حنفي ازيك يا جميل؟ انا كويس الحمد لله. انت حلو الحلو الحلو؟ الحمد لله كويس. يا صباح الهنا على عينك يا ابني، صباح الهنا على عينك. انا بحبك قوي 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 وانا بموت فيك يا روحي. انا بحب اكلك قوي. طب قول لي جبت لماما ايه في عيد الام؟ تسلم ايدك. انا اقول لماما وانتي طيبه وكل عيد ام وانتي طيبه. جبت لها ايه بقى في عيد الام؟ انا جبت لها ورده حمراء. الله، اجمل هديه. اجمل هديه لعيد الام كارت معايده او ورده. دي ملهاش ثمن، دي ثمنها غالي جدا. لما اكتب كارت لامي في عيد الام بمعايده جميله او اجيب لها زهره حلوه، دي احلى من كنوز الدنيا. ليها فرحه وليها بهجه، غير ما اديها فلوس، غير الكارت ممكن احتفظ بيه، الورده هتملى نظري وتغذي نظري وتفرحني ان ابني جايبها لي من قلبه. صباح الفل على عيونك يا حبيب قلبي. كده البصلايه بتاعتي بقطعها مكعبات. ست نورة. نعم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اموريني سعادتك. ازيك يا شيخ شربيني؟ في نعمة والله. لو سمحت انا عندي عين الجمل. ايوه يا فندم. عايزة طريقة ليه بس، هو الابن يعني. تعملي ايه يا فندم؟ انا اعمله الابن. ها؟ عندك قد ايه كتير يعني؟ عندي كيلو يعني، هم دخلوا لابني في اي اكل استفاد بيه. لا 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 لا، طب ما احنا عندنا الشركسية بعين الجمل. لا اصل ابني طفل عنده 3 سنين. هو 3 سنين مش هياكل سركسيه؟ ياكل سركسيه يعني. عايز اكل بسيط ومفيد ليه هو عشان يقدر يستفاد مني. انت دلوقتي بتتكلمي على عين الجمل ولا على ابنك؟ على الاثنين. يعني انت دلوقتي عايزه عين الجمل الاول وبعدين نتكلم على اكل ابنك المفيد. يعني يكون اكل مفيد وادخله فيه عين الجمل يستفاد من الاثنين. ممكن توضحي سؤال حضرتك عشان اعرف اجاوبك؟ طلبات حضرتك. عندي عين الجمل. ابنك عنده 3 سنين. ايوه الدكتور يعني قايل عليه ان انا ادخله له في اي اكل يستفاد منه عشان المخ. طب هو في اكل، في حد طفل في السن ده ما ياكلش اكل يستفاد منه؟ ما انت عندك جميع الالبان. عندك جميع النشويات. طيب ما انا بقول لك انا فهمت كده، برضه الشركسيه هنعملها، لكن مش هقول لك على ما انا عندك الجاتوهات كلها والطرط نعمل له فيها عين جمل. اعمل له طرط سابليه بعين الجمل. اعمل له طرطايه عاديه بعين الجمل. اطحن له عين الجمل واحط له معرضه لو هو عايز بيرضع، او مثلا مع اي اكل، علبه الزبادي بالفواكه، افرم شويه عين جمل بس احطه الفرن الاول. اطلع الرطوبه منه وبعدين انسفه، اشيل الكفر الاسود اللي عليه. بقى عندي جاهز، اطحنه في الكبة. عندي علبة زبادي اللي هي بالفروت، احط معلقة منه ادخلها له مع الاكل، احطها له مع الرز خلطة. ليكي كذا طريقة، اشتغلي، ما تستنيش ان تاخدي رأيك في حاجة. اطحني عين الجمل حطيه في اي اكل هو بحبه، حطيه مع الرز الخلطة، حطيه مع اي حاجة. الشركسية اديها له المعلقة مع الرز برضو بتاع الشركسية وحتة فراخ بيضة، اكل صحية جدا وكلها عين جمل. فدي حضرتك سهل قوي قوي، ان انا معاه 3 سنين يعني ما شاء الله بياكل. يا شيخ ده بيخللوا البتنجان بيعملوه في عين جمل، بيحشوه عين جمل اللي هو مجلوس. يعني كل حاجه ممكن اعملها. اشكرك على اتصال حضرتك. طيب كده هنا زيت دورة كريستال او زيت عباد الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. امشي. فين مدير الارضيه؟ يا بيليا
يا ميليا يا ست داليا. ست داليا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ست الشربيني معاك يا فندم. شربيني مع حضرتك. ايوه يا سيف. يا ست داليا صباح الخير. صباح النور. اتفضلي يا فندم. مرحبا حضرتك قوي يا سيف. اول مره اتصل بالله في التلفزيون كله. يا فندم اهلا بيك يا فندم. والله يا سيف احنا بنحب اكلك وبنحب حضرتك اول في الله والله. يا سيف صباح الفل على عيون حضرتك. اول مره والله اتكلم بالتلفزيون كله. الله يبارك في سعادتك يا فندم. اتفضلي تأمريني. بحاول والله من زمان بس عشان اشكرك والله على اكلاتك والحاجات الجميله اللي انت بتعملها. روحي الله يسترها معاكي دنيا واخره يا ست الكل. اتفضلي سؤال حضرتك ايه؟ لا ماليش سؤال والله. انا نفسي بس اكلمك واسمع صوت حضرتك من زمان. صباح الفل على عيون حضرتك. صباح الهنا على عيونك يا فندم. بصوا بقى كده هنا بعرفكم ان القطعه دي فص كامل مقطوع اهو. شفتوا بقى من جوه هي زي ما هي بدمها ازاي؟ عملت لها صدمه بحيث ان هي ما تستنفذش او تطلع الدم بتاعها بره. خلي بالكوا لازم نكون حريفه في شغلنا. بصوا اهي ايه الجمال ده. صلاه النبي احسن. الكبده لما حطيتها في الميه بالخل زي ما تقولوا زادت. هي البركه من ربنا سبحانه وتعالى. بس احس ان هي فائت كده معايا. مش عايزه تجيب بقى ميه وتعمل جوس كده وتبقى مش طبيعيه وهتضحك الناس علينا طبعا، لكن احنا ربنا يسترها معانا ومحدش يضحك علينا. كده هنا زي ما انتوا شايفين الكبده روحها البصل يكون كتير بتدي طعم حلو جميل جدا وزي الفل. بتدي طعم جميل وزي الفل. كده باخد شويه فلفل الوان برضو عشان اجمل الطبق بتاعي، زائد ان هو العنصر الاساسي عندي الشطه او الكمون او الليمون. دول مفضلين جدا عندي، مفضلين جدا عندي. صباح الخير. قولي لي صباح الهنا. طيب كده هنا بعمل بقطع كده برنواز مكعبات زي الكبده. والكبده على فكره يا جماعه من ضمن الاكلات اللي هي ما بتاخدش وقت كتير على النار. واوعى تخلي الكبده تجيب ميتها. اوعى اهو. طول ما هي كده مرعرعه ومفايقه وزي الفل كده تبقى زي الفل. رضوى جات وبتقول لي كتر لي في الشطه نوبك ثواب عشان انا محروم من الشطه بتاعتك. والمخرج بتاعنا يقول لها لا خليه يخف شويه، وهي تقول له ابدا على جثتي. اهو حاضر. صاي. طب خلاص عم هشام نكر الموضوع وقال لك لن ينتمي لاي شيء من اول حرف اسمه رضوى. كده هنا يلا صلى على النبي يا عمي. هو انا مش هحط شطه بودر، مش هنزيد الايه اللي بالي بالكو كده عشان حرام يعني. ادي شويه ملح. الو ام اشرف. سلام عليكم. سلام عليكم. ازيك يا سيدي؟ ازيك يا ست ام اشرف؟ ازي حضرتك؟ في نعمه يا ستي. كان نفسي اكلمك من زمان والله يا سيدي. كل شيء باوانه ان شاء الله. تؤمرين وانت طيبه يا ست ام اشرف. انا بسلم عليك. صباح الهنا على عيونك يا فندم. تأمريني سعادتك. وبدعي لحضرتك وبدعي للشيف علاء. ربنا يخليك يا ست الكل وربنا تحت امرك. ربنا يهدينا كلنا وربنا يخلينا السيسي ويطول عمره. الله عليك يا ست الكل. ربنا يحبب في القريب والبعيد يا رب الطريق. يا رب يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. صباح الفل على عيونك. اشكرك. ليك اي سؤال يا حاج عندك؟
شوف الناس، نشوف الناس الحلوة. الناس بتتصل عشان بيحبوا رئيس الدولة، الناس بتتصل عشان بيحب رئيس الدولة. من حب عبده حب فيه خلقه، يعني ده حاجة من عند الله، حاجة من عند الله، لأن هو يتحب، الرجل يتحب، ربنا يسترها معاه هو وابني. كده الو مين يا ست نجوى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازيك ازيك يا ست نجوى؟ الحمد لله، انا مش اول مره اكلمك وكل مره ببقى مبسوطه جدا وانا بكلمك يا فندم. يا صباح الهنا على عيون حضرتك. صباح الفل على عيونك. اتفضلي. تسلم ايديك على كل حاجه حلوه بتقدمها لنا. ده انا خدامكم يا فندم، انا خدامكم وحياة ربنا بقيت بعرف اطبخ بيك، والله بقيت بعرف اطبخ عشان انت اشوفك عشان انت ست زي العسل وذكيه جدا. وبعدين اصل هقول لك على حاجه، يعني صباح الفل، يعني الـ 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 الاكل دوت بيبقى موهبه من عند الله سبحانه وتعالى، اما الست بتتقنه بيبقى حاجه جميله جدا. وبعدين ده هي سهله جدا، لكن طالما انت ست ناجحه وشاطره هتعملي احسن مني بكتير. ادي شويه الليمون اهو. الله عليك يا ابن البلد. انا اغرف الاول، لان بصراحه الطبق ده شكله بيقول ايه عملنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ساعات بعمل طبق ببقى حلو قوي بيعجبني، بحس ان انا بعرف لسه بشتغل. يبقى هستاذنكم اقفل الدولاب الاول واجيب ده كده اهو. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. حرام عليك انت، انت المركز. اخد فاصل وارجع لكم تاني. هو غير المحطة وهتروح في حتة. رجعنا حضراتكم بعد الفاصل. عندي فطيرة اسباجيتي. طبعا عم هشام كل شوية يقول لي انت هتعك تاني؟ ما احنا قابلنا الكبدة وسكتنا، هتعك تاني؟ هو عم هشام ربنا يهديك عليا، ما نجرب مع بعض ونشوف نعمل اي حاجة جديدة. ايه العيب ان انا اعمل؟ طب ما انا عملت جلاش بالسباجيتي. ايه ايه حد زعق؟ حد اشتكى يا ابني؟ عندي فطيرة لحمة المفرومة بالمكرونة، لحمة مفرومة مكرونة اسباجيتي وصوص البيتزا وجبنة موتزاريلا وبصل وتوم وزيت زيتون زعتر طماطم قرفة ناعمة بقسماط، عندي ملح وفلفل وزيت وبهارات. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بقى في الليلة الحلوة دي عشان نعمل حاجة جميلة، نعمل حاجة جميلة. طيب احنا هنشوف يعني انا عايز صينية احسن من كده كمان، يعني عايز صينية كبيرة زي دي. ونشوف بقى هنعمل ايه مع حضراتكم. ادي اللحمة المفرومة. يبقى هنجيب كده هنا الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، بصلاية اهي مش كتير عشان ما تجيبش مية، شوية توم، كمون، بهارات، قرفة، سنة شطة، ادي حبة ملح. يا استاذ ابراهيم حبة ملح كده هنا، شوية فلفل. خلاص يا عم ما تتلككش. طيب انا افضل ان اديها شوية اعشاب. ما احنا اتفقنا مع بعض لما بقف كده على النصبة بتاعتي دي بحاول افتكر حاجات كتيرة ناسيها. ما تلعبش في جدي.
احسن لك بدل ما اقول انت مين. ها ايوه كده، خلي اللي بالي بالك كده يعني، كده كده يعني. طيب كده هنا ادي شويه روزماري كده. قوم بقى نعمل ايه يا عمي؟ نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي الخلطة السرية بتاعت شربيني. هشام نفسه يعرف الخلطة السرية دي، عمري ما هقولها له. اهم زي ما اتفقنا مع بعضنا، كل واحد بيبقى عنده عطار بيعمل له حاجته الخاصة. هو طبعا انتم ما تدوقوش الحاجات دي، لكن هنا اللي بدوها. يا جيجي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيدي؟ ست جيجي ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ منور الدنيا. صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. والله الحاجات اللي حضرتك بتعملها كلها حلوة جدا جدا. ربنا يحليلك الدنيا في زادك يا اختي. ربنا يخليك يا رب. انا بس عايزة اقول لمامتي كل سنة وهي طيبة. بعودة الايام ليها، وكل سنة وهي طيبة، وكل سنة وهي معاك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. والحماك الجميلة طنط مرغوب. ايوه صلاة النبي عليك. ايوه كده، بحب السيدات اللي يحب حمواتهم. لا هي الصراحة ست جميلة جدا. هقول لك على حاجة، صدقيني في وقت من الأوقات الحما بتبقى أفضل من الأم. والله فعلا بمثابة أم تانية ليا بصراحة. يعني الحما والله يا حاجة صدقيني الحما بتبقى أحسن من الأم. وربنا يصلح حال أمهات المصريين يا رب. أشكرك يا فندم. كده شوية بقصوماتهم. صلى على النبي يا عم هشام. ايوه كده. يا ست رانيا. الو. سلام عليكم يا ست رانيا. انا يا شيف. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اموريني يا رانيا. ايه عاوزة طريقة الرواني. الرواني؟ اه. على عيني على عيني على عيني على عيني. بشكر حضرتك على اتصالك يا ست رانيا. بصوا يا جماعة، الريحة والطعم والنفس ده بتبقى حاجة من عند ربنا. اعملي ما يرضي ضميرك وان شاء الله ربنا هيكرمك. اي حد فينا بيعمل ما يرضي ضميره ربنا هيكرمه. عندي الاسباجيتي اهي، بحط شويه مش كتير. ملح، شوية زيت كده، حلو الكلام يا عمي. صباح الفل. لسه بقى عندنا بقى ايه، شوية حركانة وفزلكة كده عشان اعرفكم انا بعرف اشتغل، وانا لا بعرف اشتغل ولا حاجة. حبة الزيت اللي انا بحطهم بيفرقولي المكرونة عن بعضيها. بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب وانا بسلق كده اجيب الصينية دي كده اهو وابدأ اشوف هتحركن واعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اشيل بقى كل الاوفر اللي عندي ده واروق نفسي. اشيل كده على جنب. اشيل دول. نخلي دي عشان هنعوزها مع دي. دي. نشيل دي كده. ويلا يا عمي. طيب. يبقى نجيب دي. حلو يا عمي. طيب نقلب هنا. حبة زيت. كده. ست رؤى. ايوه يا شيخ. صباح الفل عليك يا فندم. ايوه. الو سامعك يا فندم. ايوه ازيك يا شيخ. ازاي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بحبك قوي يا شيخ. صباح الفل على عيون حضرتك. انا احب بس اقول لمامتي كل سنه وانت طيبه. يا حبيبتي ربنا يخليك ليها وكل سنه وانت طيبه وبعود الايام ودايما يا رب معاك ان شاء الله. طيب كده بشكرك. نبدأ بقى نشتغل كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ست سلمى. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ست سلمى. حضرتك عامل ايه؟ انا بخير والله طول ما حضرتك بخير. حضرتك جدا. صباح الفل على عيون سعادتك. انا بتصل بس عشان اشكر حضرتك على كل حاجه. ربنا يكبر بخاطرك ويخليك ليا يا ست الكل. صباح الهنا على عيونك. اشكرك يا فندم. اشكرك اشكرك على اتصالك. كده هنا يا عمي فطير مشلتت. ايه بس يا عم هشام بس انت جعان عمال يقول لي قول لي بس فطير ايه قول لي فطير ايه قول لي فطير ايه. ما هتشوف كل حاجه يا عم هشام. وانا قلت لك يا ابني مش هعمل حاجه. طيب حاضر. يعني حق اتاخد. خلاص ربنا كرمنا نجيب دي. Thank you.
ست ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ستي. ست ايمان صباح الفل. صباح الهنا، ازاي حضرتك؟ في نعمه والله يا ست ايمان، يستاهل الحمد. انا بس كنت انا دلوقتي قاعده بعمل المنين بالعجوه اللي حضرتك كنت قايلين عليه قبل كده. ايوه فندم. بس كنت عايزه اعرف من حضرتك الاول بس كذا حاجه. اتفضلي. دلوقتي ادهن الصينيه زيت او سمنه او حاجه قبل ما ارص فيها، ولا اكتفي بالسمنه اللي هي اوريدي؟ هو مش هتفرق، مش هتفرق، مش هتفرق، مش هتفرق. لا مش هيلزق منك اصلا ان شاء الله. ايه تاني يا فندم؟ ان شاء الله. نمره 2، ادهن الوش بيض او لبن او حاجه. والله هو بص، لو انت هتديله مثلا حبه سمسم او حبه البركه او حبه كمون او هو حلو، فممكن نديله شويه زيت مع اصفر بيض وسنه ميه صغيره عشان تفكه، مفيش مشكله. بس خلي بالك من التسويه، لكن ما تفرقش، حتى لو دهنتيه ميه هيلمع برضه كده. حضراتكم ادي الصينيه بتاعتي اهي، ادخلها الفرن. المكرونه بتاعتي خلاص اصفي عليها، ابدا اعمل بقى ايه الصوص بتاعي. اتفقنا ان انا عندي صوص بيتزا، صوص البيتزا، يبقى طماطم كونكاسيه. ازاي طماطم كونكاسيه؟ هقول لكم ازاي. ادي الطماطمايه اهي، اي ميه بتغلى على النار اهو، اهم، ونعد الواحد 10 نطلعها نقشرها، نجيب شويه زعتر وشويه سكر ونشوف هنعمل ايه ده احنا مع بعض. ده اللي بنقول عليه صوص البيتزا. طيب نجيب دي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. وادي المكرونه بتاعتي، ادي الطماطم، بسم الله الرحمن الرحيم. خليها كمان دقيقتين. كده انا عايز دي تستوي تلات تربع سوا، تلات تربع سوا. ليه؟ عشان خاطر اطلع كده الطماطم بتاعتي، ميه ساعة. بعمل لها صدمة ست عزة. يا ست عزة السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا ست الحاجة؟ الحمد لله. امريني يا ست الحاجة. ست الحاجة عزة. الله يخليك يا حاج. امريني سعادة. حاج الشربين. امريني سعادتك يا فندم. الله يخليك. ليك اي سؤال عندي يا فندم؟ عايز اسلم عليك. صباح الفل على عيون حضرتك يا فندم. وربنا يكبر بخاطرك ويخليك لينا يا ست الكل. اشكرك 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 يا فندم على اتصال حضرتك. يا ست جنى، يا صباح الخير. يا ست جنى صباح الهنا. انا بدي اقول لك شيء، انا مش في البيت ومش بتفرج عليك وبره، بس لازم اتصل. الله اكبر. الله اشوفك بالاعاده يعني، طمن بالك. صباح صباح الهنا على عيون سعادتك وربنا. ما حدش لازم اتصل واسمع صوتك، ده لازم، ده حاجه حقيقي اساسي بقى في حياتي. يعني تخيل انا النهارده بره ومش هرجع البيت قبل الساعه 4، بس كان لازم اتصل واقول صباح الخير لاعظم شيف في الدنيا. صباح الفل على ست جنى، وتوصلي بيتك بالسلامه وتروحي وترجعي لنا بالف سلامه. بشكرك على اتصالك الجميل يا ست جنى.
ست جانا الرقيقة المحترمة صديقة البرنامج بصبح عليها وبقول لها توصلي بيتك بالسلامة ان شاء الله، وبشكرك على اتصالك الجميل الرقيق الحلو. اشكرك. بعد الكلام الحلو اللي سمعته من ست جانا استأذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اوضوا المحطة وارفع بيت. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. الله اكبر، صلاة النبي عليك يا اتش. شايفين الشغل على فرانك ده؟ ايه ده يا جماعة؟ والله العظيم اللهم صل على النبي. هنعرف نشتغل بعد كده، هنعرف نشتغل بعد كده. هنشيل ايه بقى دي؟ ايه طيب هنعمل ايه بقى يا عمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى دي المكرونة بتاعتي في نفس الصينية. ادي يا عم عبد الرحمن. ازيك يا شيف؟ صباح الفل يا مانو. اخبارك ايه يا شيف؟ في نعمة يا ابني والله. والله يا شيف انا بحبك جدا خالص. صباح الفل على عيونك يا حبيبي. اخبارك ايه؟ في نعمة يا ابني والله. امرني بس، عايز اسلم عليك يا شيف. صباح الفل عليك يا ابني، صباح الهنا على عينيك يا ابني. ناقصنا ايه بقى كده يا عمي؟ لازم نشتغل بقى عشان احنا كده ما نركنش. اصل المكرونه دي روح حبه زعتر زي كده اهو. كده دلعي كده وانت شغاله، دلعي دلعي والعبي العبي 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 في مطبخك بدل ما انت طول النهار بتلعبي في التليفون وفي التلفزيون. العبي شويه في مطبخك اهو كده. يا موحد القطرين، مينا؟ الو يا مينا، صباح الخير. الو سامعك يا مينا. انا امينة من القاهرة. ست امينة حقك عليا، حقك عليا. معلش انا بس عندي سؤال محيرني شوي. اتفضلي. انا كنت جايبة عجينة مرزيبان من سنتين كده من برة، وحطها في الفريزر، عجينة اللوز بس بقالها سنتين، هل اقدر استعملها؟ هو بيبقى لها اكسبيردد، ليها تاريخ صلاحية. لا مش مكتوب خالص، عشان كده بسأل حضرتك. طب انت ضمنة ضمنة الفريزر بتاعك ما فصلش عليها مرة؟ لا خالص. خلاص اتوكلي على الله واشتغلي بيها طالما ما عليهاش اكسباير ديد. لا ما عليهاش. يبقى بالالف هنا وشفا. الف هنا وشفا لحضرتك، الف هنا وشفا لحضرتك. بشكر حضرتك على اتصالك. كده بولا 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 بولا. هقول لك تتاكل ازاي. انت بتلهطي، انت بتزلطي يا بنتي ما بتبلعيش. طب هتوعديني تمضغي بعد كده؟ ست مريم. الو صباح الفل عليك يا ست مريم. صباح النور. أمور يا مريم. لا ما فيها، كنت عايزه اسلم على حضرتك. صباح الهنا على عيونك يا حبيبتي. اشكرك يا بنتي على اتصالك، شكرا يا بنتي، شكرا ليك يا بنتي. اشكرك اشكرك اشكرك. يا عم هشام عيب لما تقول لي ما انت عارفش تطبخ، وده طبق برضه يتعمل. طب يعني عايز نعمل لك ايه تاني يا عم هشام؟ خلاص يا عم حقك عليا دهده. وحياة النبي يا جماعة، وحياة النبي يا جماعة، أنا عمال أعك وأقول لكم كده أهو، لأن عاجبني شكل الطبق والطعم، ربنا يستر بقى.
ربنا يستر بقى من اللي بالي بالكوا ده بقى. طيب يلا بقى نشوف هنعمل ايه. خلينا بقى بترشون عشان محدش ايه يرجع يزعق لنا يقول ايه اللي انت بتستخدمه ده وايه يا راجل انت اللي عامله ده. دلوقتي يا عم هشام انا عندي مشكله هنا في الطبق ده. الطبق ده عندي مشكله فيه. عايز ارجعه كده ورا شويه. اعمل له ايه ده؟ طب وحياة النبي تذكر الله. مدمها ايه رايك في الطبق يا مدمها؟ حاجة جميلة قوي. انت اشتري يا شيخ. اتفضلي معانا يا ست الكل. مدمها؟ حضرتك منور الدنيا كلها والله. ده تليفونك اللي مشرفني ومنورني. تأمريني ساعات. ما شاء الله عليك والله يا شيخ. والله ربنا يزيدك يا رب ويخليك لينا كده على طول يا رب. ربنا ما يحرمني من اتصال حضرتك علينا يا فندم. اتفضلي سؤال حضرتك يا فندم. لا والله انا بتشرف بحضرتك بس وبسأل عليك وحضرتك مش مخلينا محتاجين اي حاجه. ده شرف ليا وكل واحد من زمايلي هنا. مكالمتك دي شرف لينا كلنا حضرتك انك تتصلي بينا بس عشان تسلمي علينا. فده شرف لينا كلنا من اول الكبير للصغير. ربنا ما يحرمش من كلام حضرتك. شكرا. طيب كده هنا قوم بقى ايه يا عم هشام. قوم يا عم عماد. الو ازيك يا عمده. الله يسلمك. اخبارك ايه يا جميل؟ الحمد لله. صباح الهنا على عيونك يا حبيبي. الحمد لله. عامل ايه؟ في نعمه يا ابني والله. انت اخبار سعادتك ايه؟ ها؟ انت اخبارك ايه يا حبيبي؟ عمده. الحمد لله. امرني يا روحي. الو سامعك يا حبيبي. انا عاوز بس انا مفيش في بس انا عايز البيتي فور. على عيني على عيني يا حبيب قلبي. على عيني يا حبيب قلبي. يلا يا ست الكل يلا قاعده ما اتنين تلات تانيات. انتي اشتغلي شويه وهات البيتوفور. ست ورده صباح الخير على شيف شربيني. صباح الهنا على عيونك يا ست الكل. ازاي حضرتك عامل ايه؟ والله طول ما حضرتك بخير انا في نعمه وفي خير. ربنا يخليك لينا يا رب يا شيف شربيني ويخلي لك علاء ويحفظه ويسنهولك. يا رب يحفظه ويخليك لينا. ده اخوك يا بابا. ربنا يحفظك وينصرك على من يعديك حضرتك وان شاء الله رئيسنا بامر الله. اللهم رب ان شاء الله. ربنا يخليك يا بنتي وربنا يقبل بخاطرك. ربنا يخليكي وربنا يحفظك يا حبيبتي. ربنا يحفظك. طيب يا ست حنان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. ازي حضرتك يا شيف؟ في نعمه يا ستي والله في نعمه. ربنا يديك الصحه يا رب على الحاجات الكويسه اللي بتعملها لنا دي. انا تحت امركم يا فندم. انا تحت امركم. هو بصراحه الاكله اللي حضرتك عملتها دي انا والدتي الله يرحمها كانت بتعملها لنا. بس بقى كانت بتسلق المكرونه وتحط عليها الصوص وتحطها على صينيه الكفته وهي نيه. الله عليها. الله وتحط لنا رقاقه من فوق وتسقيها بالشوربه وتدخلها يا بقى يا لهوي
يا لهو على الجمال، يا لهو على الجمال. فكنا بقى بنقطع الخرطة كده تطلع الكفتة تحت والمكرونة وفوقيها الرقاقة. وانت بقى يعني صراحة ربنا يديك الصحة، انت فكرتني بيها. ربنا يخليها لك يا حبيبتي، وربنا يكرمكم. واحنا دايما بنحاول نعمل، لو قعدنا من هنا لمليون سنة نعمل زي امهاتنا واجدادنا مش هنقدر، لان هم الاصل، هم الاصل في الاكل الجميل من ايام الكانون. هو ده اكل الام الحلو والصح الجميل اللي احنا دلوقتي بنحاول نقلدها ونخترع ونعمل، لكن عمرنا ما هنوصل لطعمها الجميل اللي احنا اتحرمنا منه. طيب كده هنا اها 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 الله الله الله. ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ اكلني. انت هتعلمنا البوظان يا عم هشام على اخر الزمن، هتخلينا نغني. هشام قال لي دي عايزه تعلى، اللي انت عملته ده ما صحش، اطلع لي فوق. عايز اطلع له فوق الكنترول، قال لي لا هعمل له ايه؟ اعمل له ايه غير ان انا اريحه، لان هو عايز يعمل حاجه حلوه ويفرج الساده المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا مسهل. حلو كده يا عم هشام؟ يلا ولا تزعل يا جميل، احلامك اوامر. احنا كلنا سمك بولت كتير وقليل، لكن سمك بولت بصوص الطماطم ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. عايز سمك صابح حلو كده زي ما انتم شايفين، صلاة النبي احسن زي الفل ويشرح القلب. عندي سمك بولت وطماطم وبهارات وملح وفلفل وشراح بطاطس وكمون وتوم وبصل وفلفل حار وكزبرة خضراء ودقيق وليمون. طبعا كل الكلام ده كله شغال زي الفل، كله شغال زي الفل. طيب يعني احنا كل الكلام اللي احنا عملناه ده، اسأل مخرجنا الجميل والانسة اللي قاعدة جنب منه متربعة متنية تسع تمنيات، هعمل صينية سمك بلطي ازاي من غير زيت؟ تقدر تقولي لي كده يا انسة؟ ها رد عليا يا بنت، اخصم لي خمس ايام للبنت اللي جنبك دي. اترفضت؟ نعم. فين يا بنت الزيت؟ الزيت هنا. بص والنبي يا استاذ هشام خبط على الجيران يدوني نص لتر زيت تشتغل بيه. يقطعني ما عندي اهو يا اختي. عندك انت بس مش عندي انا. يا حول الله يا ربي، ليه كده؟ ليه كده؟ طيب احنا يا ستي سيبك من الزيت، طب ما نحطش ملح وفلفل؟ بلاش ملح وفلفل اهو. ماشي. انا هقول لها ان انت قلت ايه. طيب كده هنا هو انت عشان خاطر الغالي انا هسكت. طيب حاضر. طيب كده هنا بنتي نوها النهارده شغاله معايا، دي بنتي طبعا. انا بهجم معاك يا بنتي. ان الله حليم ستار. كده هنا توم وجنزبيل باودر، والله في عندي جنزبيل فريش اهو. كده يا ادي كمون، ادي شويه ملح، شويه فلفل. كده مشكلتي ان انا يا اولاد ملتوت من لساني ما بسكتش، ما بسكتش وما بسطرش. كده اجمل حاجه بحبها بقى في الليله دي كلها ايه؟
في السمك بالذات. اجيب ليمونه كده اهو كده. يا ست ام سيف. هلا هلا يا شيف. انقذت البنت النهارده من ايدي لما بكلمها قالت لي غلاوتي اللي هتتصل ما تتكلم. ازيك يا شيف؟ صباح الفل. حبيبتنا حبيبتنا نوها بنتنا حبيبتنا. طبعا 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 بنتنا. ازيك يا شيف؟ ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. ايه المكرونات دي والشبار اللي انت بتعمله البولت؟ اعمل ايه بس؟ عايز ارضيك انت زعلانه مننا. قلت بحاول ارضيك. انا ازعل؟ انا ده انا اسمعني يا شيف، عندنا في الامارات يسالوا على الكتاب بتاعك يا شيف. هينزل قريب. تنزله امتى؟ لا خلاص الكتاب في الطبع ان شاء الله. هينزل لكم كتاب تحفه ان شاء الله. تسلم لي. تسلم يا شيف، لازم الناس تسال عنه والله. انا هجيبه لك لغايه عندك ان شاء الله. ما انت جاي لي شهر 4 استناك يعني. مش انا جاي لي وغلاوتك هجيبه لك لغايه عندك. تسلم لي تسلم لي يا غالي، تسلم لي ضحكتك الحلوه. صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. ست ام سيف اختنا العزيزه الجميله الست المحترمه ببلغها تحياتي وكل زمايلي في الاستوديو ببلغوها تحياتنا وربنا يخليها لنا كده. حلو يا عمي الخلطة دي بقى. يا صلاة النبي احسن. ريحة الليمونة اللي انا قطعتها دي مش عايز اقول لكم يا جماعة، يعني انا ممكن اجيب رغيف عيش واقعد جنب الحيطة واكل حبة الدقة دول بالعيش من غير اكل، من غير ما اكل حاجة تانية. المخرج بيقول انت بتجوعنا ولا بتصور ايه يا عمي؟ في ايه؟ انا جيت يمتك يا عمي، انا ما جيتش يمتك يا عم الشام. السمك بتاعي اهو، بروح عامل كده اهو. سمكايه اللهم صل على النبي عليها. بصوا جمال حمار وحلاوه يا بطيخ. بصوا شايفين الحلاوه؟ هو ده اهو، ده الفريش. بصوا اهو ده الفريش، زائد ان العين دي بصوا عامله زي ما تكون صاحيه اهي. الثلاث حاجات اللي بتكلم عليهم، وادي الملمس اهو جامده، والشم يعني الملمس والتست والشكل يعني ما شاء الله. حلوه 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 كده. طيب طب انا عملت كل الكلام ده. المخرج بيقول انت بتتلكع ليه؟ هو مش عارف اللي فيها. انا ما بتلكعش يا عم هشام، انا بس بضيع وقت كده عشان الزيت بتاعي يسخن كده اهو. كده استاذنكم على مقلي السمك بتاعي واحشيه من بره ومن جوه كده اهو. اخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني، بس والنبي اقعد غير المحطه ولا تروح اي حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وهنشوف دلوقتي هنعمل ازاي السمك بتاعنا. عندي بطاطس وتبلت السمك كده قدام حضراتكم، وادي الديق بتاعي. مش عايز ديق كتير عشان الصلصه بتاعتي، عشان الصلصه بتاعتي اهو. خدها نص سوا بس اهو. ادي البطاطس بتاعتي نفس القصه اهي.
مش عايزة تستوي قوي يعني ان انا احطها مع الصوص وهدخلها الفرن. طيب يا ست فاطمة. الو. السلام عليكم. ازيك يا شيف؟ ازي حضرتك يا ست فاطمة؟ كل سنة وانت طيب. بعود الايام يا ستي. الله يكرمك يا رب. اموريني حضرتك. انا من مطروح يا شيف. يا ناظر يا سيدي عوام. انا كلمتك قبل كده. صباح الهنا على عيونك. الله يديك الصحة ويسترها معاك يا رب. اموريني سعادتك. الله يخليك. الله يسترها معاك يا رب. ربنا يخليك لينا يا ست الكل. اتفضلي سؤال حضرتك ايه؟ انا كنت كلمت حضرتك قبل كده على البيت بتاعي من غير سقف. كنت عايزه بس رقم من الست ام سيف الله يبارك لك. حاضر انا هوصل لها رقمك على عيني. حاضر اشكرك على اتصالك. اشكرك يا فندم. شكرا يا ست الكل وربنا يا رب يسهل لك ويجعلها خير ان شاء الله. حبة زيت يا عم محمود. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم محمود. ازيك يا شيف شربيني؟ في نعمة والحمد لله. انا مبسوط حضرتك اللي انا بكلمك والله. يا صباح الفل على عيونك يا عم محمود. حاول تكلمنا تاني ان شكل خط قطع من عند حضرتك يا ست. صباح عم صلاح. ازيك يا حبيبي؟ صباح الخير يا عم صلاح. صباح الجمال وكل حاجة حلوة. صباح كل حاجة حلوة على عيونك يا عمي. انا اخوك صلاح من مشتول. منين يا فندم؟ من مشتول السوق. اهلا اهلا بيك يا عمي. اهلا بيك يا عمي. الله يخليك يا حبيبي وكل سنة وانت طيب وربنا يبارك لنا فيك. تحت امر سعادتك يا عمي. انا اليومين دول ما وريش حاجة طول ما انا قاعد الا مع الورقة والقلم واللي حضرتك بتؤمر بيه بعمله. صلاة النبي عليك. طب ما دي حاجة جميلة والله. اهو الواحد لما يكون فاضي بيلاقي حاجة تسليه. لا والله انا عايز خدمة صغيرة قد كده. اتفضل يا فندم. انا لسه جاي من بره دلوقتي ففتحت بسرعه لقيت السمك متسجل اللي انت عملته في الدقيق ده. اه التتبيله ايه بقى بالظبط؟ ايه؟ بص يا عمي عندي توم وليمون وكمون وشطه وملح وفلفل كل دوت، بس بحط ليمونه بقشرها عشان تديني طعم حلو. بحط ليمونه معاهم بقشرها علشان تديني طعم حلو. وعيش حياتك بقى زي ما انت عايز وهتلاقيها ان شاء الله حاجه جميله جميله جميله. طيب والمقادير قدام حضرتك على الشاشه. بشكرك يا عمي. اشكرك يا عمي من كل قلبي. في نفس الطبق اللي انا عملت فيه هنا اهو. دي ما هو بص بقى دول البهريز ده عشان بس تبقى عارف الطباخ لما ابقى قور ما تفوتوش حاجه. يروحوا مني فين دول بقى يا عمي؟ هم دول الاصل يا باشا. ايوه ده انت تمام عامل زي حالاتي. اخر صف في حله المحشي ده ببقى تعمل له تعظيم سلام كده. قرن فلفل حرقه اهو بعد اذنك يا عم هشام، وكمان واحد اخضر اهو كده اهو شغال. يا ست رضا صباح الفل. صباح جوعتني يا شيف.
جوعتنا والله. يا باشا تحت امرك تفضلي معانا. طيب بقدونس كمان بقى كده على الطاجن ده كده بقى يا شيف بقى. واو واو ده انت خليت العمليه ضلمه خالص. والله العظيم شكله يعني شكل كده مش شاشه. صباح الفل على عيون حضرتك. صباح الفل يا سيف، منور الشاشه كلها والله. ده انت اللي منورانا باتصالك الحلو والجميل. والله يا سيف، وبصبح على كل اللي عاملين اللي عندك. كل الشباب عندي بيصبح عليك وبيقول لك صباح كل حاجه حلوه في الدنيا. على حبيبه قلب ام سيف طبعا. ربنا يبارك لنا فيها يا ست الكل ويبارك لنا في حضرتك. ليك عايز ولا عندي يا فندم؟ لا انا تعبانه من الكفيفه، عشان قلت لنا اللي انت هتعمل لنا المنبر والحاجات دي وما عملتهاش. لا انت كنت نعسانه معلش، انت لو صحيت عملتها انت. لو صحيتي من النوم هات لنا عاملها يا ماما بجد يوم ها؟ بتقول ايه؟ انا موافقه تلاقيها. يا نوها رد عليا. اللي جاي؟ موافقه. اللي جاي ده؟ يعني لسه ما نزلتش؟ هي نزلت بس هنعدلك يوم الخميس، ايه رايك عشان خاطر عيونك؟ كده يا جماعه انا بفكر ان انا لسه نعسان، لقيت ان انا فعلا لسه صاحي. لا احنا عملناها يوم الخميس وهنعيدها تاني بناء عن رغبه الساده المشاهدين. احنا تحت امركم في التو واللحظه، على عينينا حاضر. غالي والطلب رخيص يا ست الكل. يوم الخميس اللي جاي هعيدها لحضرتك تاني، بس احنا عملناها الخميس اللي فات. شكرا ليك يا ست الكل. صلى على حضرة النبي. كده اهو يا ست مروة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيف؟ ازاي حضرتك؟ الله يخليك، انت عامل ايه؟ في نعمة والله يا ست الكل. انت احسن شيف في الدنيا. الله يسترها معاك يا ست الكل، ربنا يكبر بخاطرك ويخليكي لينا. بس طالبة منك طلب صغير. اتفضلي يا فندم. عايزة رقم ام سيف لو سمحت. يا جماعة انا عايز استسمح حضراتكم في حاجة. معلش انا اسف جدا. ست ام سيف طبعا انا بقى شكلي بقى مش حلو، ان انا كل شويه اديها تليفونات. فست ام سيف يعني معلش بقت العمليه اوفر شويه، يا ريت محدش يحرجني عشان خاطري ويقول لي هذا الطلب، لان انا مش هوصل التليفون. الست اللي بتعمله ربنا يقدر عليها بتعمله، ولكن حضراتكم صدقوني انا لا املك اعمل شيء. وحضراتكم انتوا لما بتقولوا لي اديني التليفون او اديها التليفون بتحرجوني، عشان ما حدش يتضايق مني، لان برضو مش عايز اضايق الست مننا. كفايه ان بتدفع الشيء الفلاني عشان تكلمنا او عشان بتعمل حاجات تانية. فطبعا يعني هي معلش مع احترام لسعادتكم مش البنك بتاعنا الاهلي اللي احنا هنساند عليه. فانا ما اضحكش عليكم، يا ريت حضراتكم اللي اتصل بي على عينه وراسه وانا خدامه ما يحرجنيش. معلش انا اسف كم مرة، انا اسف كم مرة. شكرا لاتصالكم. طيب كده هنا ادي البطاطس اهو، كده يا عم عزت. ايوه يا باشا. يا صباح الفل على عم عزت. صباحك قشطة يا شيخ. نهارك ابيض يا عمي. ازيك يا مسترو؟ انت عمنا يا عمي، اتفضل صباح الهنا عليك. تعيش. امرني يا عمي. بقول لسيادتك ايه؟ اتفضل يا فندم. انا بشكرك على الدرة. على ايه يا فندم؟ على الدرة. انت فاكرها ولا ايه؟ طبعا طبعا طبعا. ربنا يخليك يا عمي. لا ربنا يخليك. شكرا يا عمي. طيب كده هنا نبدأ نشتغل عشان الوقت هيروح مني. ادي السمكية اهي. اهو. يا
يا ست هبه سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ست هبه؟ ربنا يخليك. انا بجد بشكرك ان انت واقف وتعب نفسك انت والكرو عشان خاطر تطلع لنا حاجه كويسه. ده انا تحت امرك وتحت امرك يا فندم. اتفضلي سؤال حضرتك يا فندم. انا عايز اعرف طريقه الكرواسون. الكنافه؟ الكرواسون. الكرواسون على عيني يا فندم. حاجه تانية؟ وطريقه البوريك لو سمحت اللي هو بالجبنه. حاضر يا فندم تحت امرك تحت امرك. اشكرك يا فندم. كده كده يا عم جمال صباح الفل يا سعادة الباشا. انت متاخدي غايب كتير قوي اليومين دول ومشاكلك كترت معايا. حبيب الكل يا باشا. ما تشغلنيش بكلمتين كده حلوين من بتوعك. ما انت اصلا كلامك حلو طبيعك. ما تشغلنيش بكلمتين حلوين. صباح الفل على عم جمال. صدقني انا كنت يوم العيد الام كنت عايز اتصل بحضرتك بس كان المدام بتعمل عمليه في عينيها في دور العيون. ألف سلامة عليها. ألف سلامة عليها. ألف سلامة عليها يا حبيبي. اتفضل. أنا كتبت برضه حاجة جديدة لعيد أم يعني ما انساش طبعا. ما احنا لسه شهر مارس كله عيد أم. ربنا يخليك ليا بس طبعا أمنا مصر كلها دي الأساس يا باشا. ده أمنا وحبيبتنا وكل حاجة لينا في الدنيا هي مصر. طبعا طبعا طبعا. حاجة حلوة كده لعيد الأم بقى حاجة من نوع جديد. سمعنا يا جميل. أنا أبكي ولا أشكي ولا أقول ولا عيد. بعيدك يا أمي أحلى وأجمل عيد. بعيدك يا ست الحبايب بتلم الشمل وربنا بيقرب البعيد. حبك ليا فتح لي عينيا وخلاني فرحان وسعيد. بوسة منك يا أمي بتديني عمر جديد. بركة دعاتي ليا يا أمي ربنا بيحبب فيا القريب والبعيد. زرعتي فيا المحبة يا أمي مشيتيني في طريق ربنا وزودت عمر المجيد. واقول لكل سنه وانت طيبه يا امي يا ست الحبايب. وعيدك من نوع فريد ودايما عينيكي سهرانه عليا يا امي. صلواتك بتبعدي عني شيطان عنيد. ربنا يخليكي ليا يا امي ومحبتنا لبعضنا تكتر وتزيد. اقدم لك هديتك يا امي من صنع بلدنا مصر من غير تحديد. وكلامك الحلو عن مصر يا امي بيزود فيها المحبه بحب جديد. واقول يا رب احرسها واحميها وارفعها وعليها من غير تهديد. واقول تحيا مصر تحيا مصر ام الدنيا في كل عصر بطبها الجديد. على ايدين رئيسنا المحبوب حبيب كل الشعوب المسلمين والمسيحيين من غير تحديد. الله عليك الله عليك الله عليك. غايب علينا ليه يا عم الحاج؟ اظهر كده بجمالك وحلاوتك. بعد الكلام الحلو الجميل اللي سمعته من عم جمال اخد فاصل وارجع لكم تاني. اوضه المحطه اوضه فيها. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. ودلوقتي هنعمل طبق برضو حلو وخفيف وجميل ورقيق اللي هو عباره عن سلطه السوسيس. ماشي يا باشا ماشي يا معلمي. تهددني بالسلاح ابو رجل مسلوخه. ماشي. يبقى كده عندي سوسيس ودورة صفرة. عندي بطاطس مسلوقة ومينيز وخيار مخلل بقدونس فلفل الوان زيت زيتون ملح وفلفل وبقدونس. عايز اقول لحضراتكم حاجة يا جماعة. يعني دايما وانا شغال وباجي بانهي الحلقة وبرغم ان في ناس هنا خيره عليا والمفروض ان هم بيقوموا يعني اقوى عمل هنا عندي ولكن بنساهم او مش ناسيهم. لكن انا بقول كل زمايلي اللي في الاستوديو فطبعا في منهم بيتغير في منهم موجود لكن الاساسي عندي. مثلا النهارده لما يكون عندي بكار ورومون واسلام وفادي وعم ابراهيم الناس دي كلها هم العنصر الاساسي اللي موجودين عندي في الحلقه فالمفروض اشكرهم قبل الحلقه وبعد الحلقه لان هم اللي بيطلعوا الطبق حلو قدامها وجايبين ايديها زي ما انتم شايفين كده. يعني كل الناس دول المفروض ان يتعمل لهم
تعظيم سلام، وانا بقصر في حقهم ما اضحكش عليكم، لان المفروض اجيب اسمهم وسيرتهم في كل حلقه قبل مني انا، لكن هم يعني مسامحيني وعارفين انا كبرت في السن وزهايمر شغال وبنسى وبخبط في الحلل كده يعني، لكن بقول لهم سامحوني يا اولاد، يعني ساعات بيبصوا عليا كده، اصل كلهم يعني زي اولادي. طيب كده هنا عندي دوره صفرة. زمايلي الاكسسوار برضو ليهم خير عليا في شغلهم، ودلوقتي بدا يتعدلوا معايا وبقى يجيبوا لي اطباق دلوقتي من هنا ومن هنا ومن هنا، بيلموا لي العده بتاعتي، يشكروا عم حسني وزميله عاشور والناس، خلينا بنقعد فرح. يلا تضحك على ايه؟ حتى ونهى ام رجل مسلوخه وعم سيد وابراهيم وجمال ايه في ايه انت، والنقطه وانا وانت ورقصني يا جدع. احنا كلنا هنا بنكمل بعض صدقوني، واذا نجحت فالنجاح يرجع ليهم هم، لان هم الاساس. هم انا معلش انا بيحركهم، تعالى كده يا شربيني روح يا شربيني واعمل، مين ده بقى اللي بيحركنا؟ عمنا الكبير. مين عمنا الكبير؟ عمنا هشام ابو الذهب. احنا قلنا له طبعا عايزين نغير الاسم نخليه ابو الماز، قال لا كفايه كده على قدنا. خلاص يا عم هشام اللي انت عايزه خليها الماز الماز يا عم كده اهو. يلا يلا بينا هنعمل ايه بقى؟ حطينا نعم البريبريشن اهم حاجه. وادي انت شفت بقى، هذا بقى الكلام اللي انا بتكلم عليك يا جماعه بتوع التصوير بتوعنا دول. هو ده بكار كان بيشتغل زمان قدام اسم امبابه معاه خرطوم كده وبتاع، بخش جواه وجنب منه جرد المايه كان بيطلع صور 6 في 9، وربنا كرمه بكار. ما انت عارفين انا ما بسترش حقك على، هو عامه الحاجات دي كلها كانت سنه 60، هو اصلا مواليد 89 فمع ما شفتهاش في افلام زمان. اسمها ايه المكنه دي يا رومون؟ غير الـ غير الكاميرا كانت الفلاش بترع وترمي ولع فيلم. اخي كان زمان حاجات غريبه قوي، كان في افلام زمان تلاقي تيجي صور روح عامل قنبله كده مفرقعه وروح رامي لندن مركب واحده غير زي الراتينه بتاع الكلوب. يلا يا ست رانيا حاولي تكلمي تاني. يا ست رانيا صلي على حضرة النبي. لا الصلاة النهاردة فعلا من حق نوها تقولك انا هنزل اكل. نوها لا بتيجي على ايه؟ اصلا عاملة رجيم، كان وزنها 186 الحمد لله خست كويس قوي بقت 190، فحطولها في الحيط عشان تخش غرفة الكنترول، الباب مش مدخلها يا عيني، فحطولها في الحيط عشان تخش. لا ما انا ما تخافيش يا نهى، ده انا بعمل معاك واجب. هو الواحد ما عرفش يقول الحقيقة بيزعلوا مني. طب خلاص ماشي، يعني عايزين تقول كم كيلو تابع عشان ارجع في كلامي. 35 ليه؟ يا من المزرعة على هنا؟ 35 حاجة الوحيدة اللي في الست غريبة الشكل يا شيخة. عندك كم سنة؟ والله مش عارفة، ممكن يكون 23 18. قال يعني خلاص في ما بين ال 23 18 شهرين، وهي في الاخر تلاقي 35 40 سنة مثلا. لا مش كل الستات، لا 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 انا بتكلم عن نوعي انا عارفهم وانت عارفه كويس انا بتكلم عن مين. يا عم ياسر طيب حاول تكلمنا تاني يا عم ياسر. فصل ليه؟ قال لي ده اللي حصل. اخليك حبه في البوله كده دول يا نهى عشان هتنزلي مش هتلاقي حاجه. هم
يا ست رانيا. ايوه السلام عليكم. ازيك يا ست رانيا؟ الله يسلمك يا شيخ، عامل ايه؟ صباح الهنا على عيون حضرتك. الله يخليك، والله انت بسيط واكلك بسيط وبيعجبنا كله. الله يخليك يا فندم، وربنا يكبر بخاطرك يا فندم. الله يخليك. والله في بس قصيده كاتباها لماما كده وفي السعوديه، ممكن اقولها؟ طبعا ده شرف لينا يا حبيبتي، يلا ادينا. ماهد يا مهوده يا صغيره وكتكوته، هرقع لك 100 زغروطه ودي اول الحدوته، يا مجمعه العيله في يوم وفي ليله، وفي بيتك اللمه بتحلى يا حليله، يا رب يخليكي لينا يا ورده جوه جنينه، بفكر فيكي ليلاتي يا اغلى من حياتي، يا حاجتي بنتك رانيا يا منوره الدنيا، ادعيلك بالسلامه يا رب نور منايا، اشوفك قدام عينيا يا احلى ام ليا. صلاه النبي عليك يا جمال ويا جمال ويا حلاوته. ايه الجمال والحلاوه؟ ربنا يا بنتي خليها لك وجيبها لك بالسلامه وتشوفيها بخير وبسعاده وبيمن وبركه، ربنا يخليك ليها يا بنتي وخليها لك. واشكرك على الرساله الجميله اللي بعتها لماما، وعلى المعايده الحلوه اللي دمها خفيف، اشكرك يا بنتي ربنا يخليكي. طيب كده هنا نراجع احنا عملنا ايه، لان المخرج بيقول لي رغيت كتير واشتغلت كتير مش شايف حاجه طالعه. هو يعني الناس مش طلعوا لك الحاجه قدام منك يا عم؟ ايه يا عم هشام في ايه؟ طيب حاضر. طيب اول حاجه عملناها المكرونه دي يا جماعه حقيقي هي عجباني، يعني انا اول مره اعملها. عايزين تاكلوا منها؟ انت مش صايم يا رمون؟ مين فادي اللي عايز ياكل ولا بكار؟ يا بكار الله. طب ما اسلام برضو عايز، هقسمها على اربعه ولا على خمسه؟ لا فادي عايز حاجه تانية. فادي ما شاء الله، لا الموضوع تاني يعني. انت ناقص طول. اللهم صل على النبي، صلاة النبي أحسن ما شاء الله. طيب خلاص، بعد كده عملنا الكبدة بالصلصة، فعلا طلعت حلوة جميلة، واحنا عملناها بشكل جميل على أساس إن احنا نجدد في أكلنا عشان يعجب حضراتكم، وما تغيروش المحطة ولا تروحوا أي حتة عشان تبقوا معانا على طول، ما هنقول ليه كل فاصل. يبقى عشان نعمل كده وأنتوا تستنونا وإحنا نستناكم نعمل حاجة اللي ترضيكم. اما طاجن السمك ده اللي حكايه، طاجن السمك اللي احنا عملناه النهارده بالبطاطس ده ما شاء الله عليه، يعني لوحده عايز حدوته. المشكله ان بنسمع بقى الخناقه والضرب بعد التصوير، وش واحد وقع اغمى عليه والتاني غزه مش عارف بسكينه من ايه، بيهاجموا بعض على الاكل. لكن احنا هنعمل دلوقتي هنجيب واحد سكيورتي واقف واتنين بودي جارد. لا البودي جارد موجود، لكن الشكورتي. صينية السمك النهارده تعجب حضراتكم، وكل اكلنا يا جماعه رخيص، مالناش دعوه بالحاجه الغاليه. انا جايب نص كيلو كبده ب 7 جنيه، انا جايب نص كيلو لحمه مفرومه ب 18 جنيه، وحبه السلطه اللي عندي دول، كل الكلام اللي احنا عملناه النهارده بكلام فارغ يعني مش غالي. سمك الكيلو السمك معروف ده ب 15 جنيه. النهارده لما نعمل اربع اطباق زي كده وما خشوش في 50 جنيه وياكلوا 10 افراد، ياكلوا 10 افراد. يعني الواحد يقف في 3 جنيه في الوجبه، 3 جنيه ونص يا شيخ. فطبعا اهم حاجه عندنا ان احنا نراعي ان احنا اخر شهر وعيد ام وجاي لنا شم نسيم، كل سنه وانتم طيبين، فلازم تبقى حاجتنا هاديه شويه. لان طبعا بعد شهر عيد شم النسيم هيبدا بقى كل سنه طيبين، دخل علينا رجب وشعبان ورمضان، حاول نلم الدنيا عشان نقدر نعيش كويس. لكن برضو عندنا الاطفال والمدارس حدوته كده جامده قوي، واحنا بنحس بيها ان احنا ناس غلابه، عشان كده نحاول نخف شويه في اكلنا في السعر بتاعه، ما بقاش ده من مبهرج وفاتح البرجر على الاخر. وجعت دماغه على ما اعتقد، عايزين نمشي بقى ولا ايه؟ ست فاطمة. ايوه السلام عليكم، ازي حضرتك يا سيف شربيني؟ ايه رايك حضرتك؟ ايه راي سعادتك يا ست فاطمة في اللي قلناه؟ لا حضرتك هايل بصراحة، بس كنت عايزة اسأل حضرتك، يعني عجينة البيتزا عجينة العشر دقايق ما بتظبطش معايا، ففي طريقة تانية وطريقة الخرشوف بس، مرسي جدا. البيتزا ما بتطلعش معاكي في 10 دقايق؟ ما بتبقاش حلوة قوي يعني ما فيش طريقة جديدة مثلا؟ ما هي البيتزا هي بيتزا. يعني انت عايزها تبقى بيتزا ايه يعني؟
من العجينة نفسها، ما فيش طريقة تانية. زود لها اه شوية بيكنج باودر اه عشان تطلع معاكي. اه يعني بقى ادي الخميرة ايوه وده معلقه بيكنج باودر كمان، طالما انت عايزها تخمر بسرعه. ايوه حضرتك هتخمر معاكي بسرعه. اه زود لها معلقه بيكنج باودر. يا قوي شكرا وموريني سعادتك. شكرا ليك يا فندم، اشكرك. كان نفسي اعمل حاجه احسن من كده النهارده. برضو بشكر زمايلي تاني بكار ورمون واسلام وابراهيم وفادي، الناس دي كلها زمايلي اللي هم بيشتغلوا زي ما بيقولوا الكاميرا خلف الكاميرا، اللي هم بيساعدونا في كل حاجه. بشكر كل زمايلي اللي موجودين في الاستوديو، واشكر مخرجنا الجميل عم هشام، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.